وفي ذات السياق قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد أمس بزيارة تفقد لجامعة الجلال بن عام خميس مليانة، أين وضع الوزيران حجر الأساس لمشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي، كما تم زيارة المعرض الخاص بالمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة وزيارة لمقرات الواجهات حاضنة الأعمال، مركز تطوير المقاولاتية ومخبر الذكاء الاصطناعي. محمد سيبنا. أنا وزميلي في الحكومة وزير اقتصاد المعرفة من أجل تغذية أفكار هؤلاء الطلبة وتحسيسهم بدورهم في المدى القصير، دورهم كمقاولين، كحاملي لمشاريع مؤسسات ناشئة، ودورهم كفاعلين للتحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر الجديدة. نحن في زيارتنا هذه ما لفت انتباهنا وهي هذه الأفكار الابتكارية الإبداعية التي حولها أو التي هي في طريق أن تتحول إلى مشاريع صناعية فلاحية إلى غير ذلك قابلة للتسويق طبقا لنماذج تجارية ملائمة مشعة على المستوى الدولي. إذن كل هذه المشاريع التي سجلناها اليوم ستكون لها مكانة في اقتصاد المعرفة في إطار التكامل الموجود بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة وكذلك المؤسسات الناشئة. التنمية المقاولاتية وراح يكون له دور كبير في التعريف بكل الآليات التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولين وكذا لشرح العديد من المفاهيم المتعلقة بالمقاولين لفائدة أصحاب المشاريع المقاولاتية، شيء نشجعه. وتفهمت مع سيد الوالي أنه سيتم أيضا تنظيم في الأيام القادمة أيام دراسية لكي نشرح كل آليات التمويل المتاحة لأصحاب المشاريع، لأنه في بعض الأحيان لاحظنا أن هناك نقص فيما يخص ثقافة الحصول على التمويل في الجزائر. بعض الأحيان أصحاب المشاريع يتوجهون نحو بعض الوكالات التابعة للدولة والكثير منهم ما يعرفش، ما عندوش دراية.